بدء اجتماعات قمة ناتو في لندن وسط خلافات وترشق كلامي بين أعضاء الحلف. رغم إعلان تجميد المحادثات بينهما، حزبان ليكود وكحول لافان الإسرائيليان يعقدان اجتماعا جديدا لبحث تشكيل حكومة وحدة. مقتل 16 سودانيا في حريق شب في مصنع بالعاصمة السودانية الخرطوم. نشرة الأخبار من i24 نيوز، أهلا بكم. البداية من العاصمة البريطانية لندن، حيث بدأت اللقاءات التي تعقد على هامش قمة حلف شمال أطلسي الناتو. ملفات عدة تحملها هذه الاجتماعات التي تجري بين زعماء دول الحلف، من الاحتجاجات في العراق وسوريا وإيران إلى الخلاف والتراشق الكلامي بين أعضاء هذا الحلف، وصولا إلى التهديدات والتحديات العسكرية والاقتصادية، بالأخص تلك المسلطة من روسيا والصين. نجم هذه اللقاءات بلا شك هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي بدأ الاجتماعات بهجومه على رئيس فرنسا قائلا إن تصريحات رئيس فرنسا مانويل ماكرون بغيضة، عندما وصف ماكرون الناتو بالميت دماغيا. لا أحد يحتاج الناتو أكثر من فرنسا، وبصراحة فإن الولايات المتحدة هي المستفيد الأقل منه. كما عبر ترامب عن تأييده للمتظاهرين في إيران، فيما دعا السلطات في العراق إلى تجنب قتل المدنيين. جاء ذلك خلال لقاء ترامب مع الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ. ستولتنبرغ من ناحيته تطرق إلى التهديدات العسكرية التي تواجه الناتو، بما في ذلك الصينية، كون بكين تطور من أسلحتها وصواريخها العابرة للقارات بشكل كبير. لقد ركز الناتو اهتمامه على الاتحاد السوفيتي وروسيا، لذلك فإن الأمر الجديد هو أننا نتصدى الآن للتداعيات التي تهدد أمننا بسبب صعود الصين. يجب علينا ذلك لأن الصين هي الآن ثاني أكبر دولة منفقة على دفاعاتها في العالم بأسره بعد الولايات المتحدة. لقد عرضوا مؤخرا الكثير من أنظمة الأسلحة المتقدمة الجديدة، بما في ذلك صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى كل أوروبا والولايات المتحدة، ونشروا أيضا مئات الصواريخ متوسطة المدى التي تنتهك معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى التي أقرها الحلف سابقا، مع أن الصين كانت جزءا من تلك المعاهدة. وقبيل توجهه إلى لندن، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعرقلة خطط حلف شمال أطلسي للدفاع عن دول البلطيق، إلا إذا صنف تحالف وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا على أنها جماعة إرهابية. من الواضح أن التحالف يحتاج إلى تجديد. لا يمكننا فهم هذا اليوم بعقلية الخمسينات والستينيات والتسعينات وحتى سنوات الألفية. يحتاج حلف الناتو إلى أن يكون أكثر حاسما وفعالا. وللحديث أكثر حول الاجتماعات التي تعقد على هامش قمة الناتو المرتقبة والمنعقدة غدا، ينضم إلي من العاصمة البريطانية لندن موفد i24 نيوز يوسف الحلو. يوسف، أهلا وسهلا بك. إذن ملفات وأمور كثيرة سوف يناقشها الناتو، لكن واضح بأن الخلاف الأكبر هو الخلاف الداخلي. سمعت المشادات الكلامية، وواضح هنا بأن مثلث الخلافات هو الولايات المتحدة، فرنسا، تركيا. كيف ألقى هذا بظلاله على قمة الناتو؟ نعم بشار، القمة ستبدأ رسميا غدا في بلدة واتفورد شمالي لندن. التوتر خيم هذا اليوم على أجواء الهامش المؤتمر، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواصفا تصريحات ماكرون بأنها غير محترمة، وذلك ردا على تصريح لماكرون الشهر الماضي حينما قال كما تفضلتم أن الحلف الناتو هو ميت سريريا. وأيضا هناك توتر يخيم أيضا ما بين الرئيس التركي وماكرون. يعني هذا المؤتمر يأتي لبحث التحديات الأمنية التي تواجه أعضاء حلف الناتو، وكذلك للاحتفال بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء هذا الحلف في 47. ومن المتوقع أن يكون هناك العديد من الكلمات وتطورات غدا، لكن التصريحات التي أدلى بها ترامب يعني أثارت ردود فعل ساخطة، ومن المتوقع أن يكون هناك عشاء هذه الليلة في قصر باكنغهام بالاس، حيث ستستضيف الملكة إليزابيث الثانية الوفود وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نعم يوسف، ماذا بقينا مع الخلافات الداخلية؟ أنت تعرف بأن تصريحات من هذا النوع من دونالد ترامب ليست الأولى من نوعها، سبق وأن هاجم دول الحلف على خلفية
الانفاق فيه، وأيضا لطالما كانت فرنسا على مضار التاريخ من ضمن الدول التي تقود المطالبات بأن يكون هناك قوة أوروبية بمعزل عن الحلف الذي يضم الولايات المتحدة. هل برأيك سوف ينعكس هذا على الاجتماعات غدا؟ هل سوف نرى في يوم من الأيام دعوات أو مؤشرات لتفسخ داخل الناتو؟ يعني بالفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه لولاه في السلطة لحدثت هناك حرب عالمية ثالثة، وهو انتقد دول حلف الناتو لعدم التزامها بدفع النفقات المستحقة وهي حوالي 2% من مجموع الدخل القومي لكل بلد، وقال بأن فرنسا يعني ترتكب خطأ جسيم في من خلال هذه التصريحات، وقال أنه لا ينبغي على ماكرون أو غيره بإدلاء هذه التصريحات. لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال أنه ينوي لملمة هذه الخلافات وسيدعو إلى حلف ناتو قوي. وعلى الهامش أيضا أحد التحديات، وهي أيضا الرئيس التركي قال بأنه لن يدعم أي حلف دفاعي بخصوص دول البلقان إذا لم تدعم أعضاء حلف الناتو تركيا في حربها ضد الأكراد شمالي سوريا. يوسف الحلو موفد I24 نيوز في لندن، شكرا جزيلا لك. رفضت إيران حصيلة الضحايا غير الرسمية التي أوردتها منظمات غير حكومية إثر العنف الذي اندلع في تشرين 2 نوفمبر خلال تظاهرات احتجاجا على الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود. إلى ذلك وزار وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي طهران ضمن ما يبدو أنها مساع جديدة للوساطة بينها وبين واشنطن. المزيد حول إيران في التقرير التالي. تبادلت كل من الولايات المتحدة وإيران الاتهامات، ففي حين اتهمت إيران الولايات المتحدة بارتكاب الجرائم ضد الشعب الإيراني وأدانتها بدفع تعويضات بقيمة 130 مليار دولار في قضايا تم البت بها في المحاكم الإيرانية، اتهم وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إيران باستمرارها بانتهاك حقوق الإنسان إبان تعاطيها مع الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في معظم أنحاء إيران، كما ووصفها بومبيو بأنها العامل الرئيس وراء الاحتجاجات والتظاهرات في جميع أنحاء الشرق الأوسط لا سيما في لبنان والعراق. ولفت بومبيو إلى أن الاحتجاجات داخل إيران، والتي قالت منظمة العفو الدولية إنها أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص، أظهرت إن الإيرانيين قد طفح بهم الكيل أيضا. إن إيران لا تحترم حقوق الإنسان، فهي تقتل آلاف المحتجين من شعبها، خاصة إبان الاحتجاجات الأخيرة، ونطلب من دول العالم الانتباه إلى هذا الأمر. تأتي هذه الاتهامات تزامنا مع زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران في محاولة لتقريب وجهات النظر لدى دول الخليج، وقد أشاد بن علي بطرح إيران لمبادرة هرمز للسلام والتي من شأنها إرساء الاستقرار في المنطقة، في حين أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أهمية حل الأزمة اليمنية والتي تعتبرها إيران كبرى القضايا التي يجب حلها. جددت السلطات اليونانية تهديدها بطرد سفير حكومة الوفاق الليبية، إذ هدد وزير الخارجية نيكوس دينديس بطرد سفير الليبي في أثينا في حال لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق العسكري الذي وقعته طرابلس مع أنقرة الأسبوع الماضي. هذا الموضوع ما زال يقود مضاجع دول حوض المتوسط من بينها اليونان التي جلبت القضية إلى اجتماعات الناتو اليوم، قائلة أنه لا يجوز إبرام أي اتفاقية عسكرية بحرية بين تركيا وليبيا دون العودة إلى الدول المتواجدة في المنطقة، خاصة وأن جزيرة كريت اليونانية متواجدة في تلك البقعة الجغرافية. في العراق تستمر تظاهرات وأعمال العنف لا سيما في مدينتي النجف وكربلاء، حيث استخدمت قوات الأمن الرصاص وأحيانا قنابل الغاز بشكل مميت، وتحاول شخصية عشائرية بارزة منذ أيام عدة التفاوض على آلية للخروج من الأزمة. إلى ذلك دعت الولايات المتحدة الحكومة العراقية لإجراء تحقيق بشأن أحداث العنف الأخيرة، بالأخص تلك التي جرت في مدينة الناصرية حيث قتل 40 شخصا في يوم واحد، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
بالإضافة أنه إحنا ما نريد العراق الجديد اللي راح نبنيه إحنا، ما نريد أي إنسان أي سياسي شارك بالعملية السياسية من 2003 إلى حد الآن أنه يقود مرة ثانية. نريد محاسبتهم بالبداية، نريد نقيلهم بعدين نحاسبهم للعدالة. في سوريا، أفادت مصادر محلية مقتل مدنيين بقصف تركي على تل رفعة شمالي البلاد. بتزامن مع ذلك، وصفت الإمارات القيادة السورية بالقيادة الحكيمة. المزيد حول الشأن السوري ميدانيا وسياسيا في التقرير التالي. بالوقت الذي يدور الحديث عن توقف للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا، تجدد القصف التركي على تل رفعت في شمال حلب الذي يسيطر عليه المقاتلون الأكراد، حيث قتل 8 أطفال في هجوم مدفعي تركي وقع بالقرب من مدرسة أثناء مغادرة الطلاب للمبنى، وإصابة 21 آخرين. الأمر الذي اعتبرته القوات الكردية انتهاكا للاتفاق الروسي التركي، معلنة عن عودة قوات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية إلى مناطق في شمال شرق سوريا، وتواصل العمل المشترك في كشف خلايا تنظيم الدولة النائمة. الصليب الأحمر الدولي، وعلى لسان فرانشيسكو روكا رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، قال أنه من المتوقع إرسال عشرات الأطفال إلى ديارهم من مخيم الهول شرق سوريا الذي يحتجز عائلات تنظيم الدولة، وذلك خلال الأسابيع القادمة، حيث تدور المفاوضات مع دولتين آسيويتين. أعتقد أن هنالك تجاوبا أكبر في آسيا أكثر من أوروبا حول هؤلاء الأطفال، حيث نسعى لتقديم المساعدة والدعم لهم، ولا أرى أن الحل بالتخلص من جنسية الأطفال، حيث لا يمكن للأطفال دفع أخطاء آبائهم. عربيا، الإمارات المتحدة تكسر الجمود العربي تجاه دمشق، حيث أصدرت الخارجية الإماراتية بيانا لها عن أملها بلم الشمل العربي وعودة الأمان لسوريا، وصفة الرئيس السوري بشار الأسد بالحكيم، إذ اعتبر مراقبون أن الإمارات ستلعب دور المحرك الأساسي لعودة سوريا لجامعة الدول العربية ومحيطها العربي، خاصة بعد إعادة فتح سفارتها بدمشق. دوليا، أعربت ألمانيا أنه لا يوجد في سوريا مكان آمن لترحيل اللاجئين إليها، وعودتهم اليوم تعد في منتهى الخطورة، ولا يوجد منطقة يمكن للاجئين العائدين أن يشعروا فيها بالأمان. أفرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مساعدة عسكرية للبنان بقيمة 100 مليون دولار كانت قد جمدتها من دون إعطاء أي تفسير، وفق ما أفاد مصدر مطلع. ولم تكشف إدارة ترامب السبب الذي دفعها إلى تجميد المساعدة العسكرية للبنان، علما أنها تمارس ضغوطا على الحكومة اللبنانية لكي تنأى بنفسها من تنظيم حزب الله المقرب من إيران. أوضح مسؤول كبير لم يكشف عن اسمه أن لبنان يظل شريكا في محاربة الإرهاب. يقود الرئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو مع رئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتس في هذه الأثناء اجتماعا جديدا ضمن الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية بينهما، ويعقد اللقاء في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، ويأتي ذلك على الرغم من التقارير التي تحدثت عن تجميد كتلة كحلبان البرلمانية في الكنيسة، المحادثات الجارية مع كتلة الليكود لتعثر التفاهمات بينهما. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي مراسل آي 24 في تل أبيب من أمام مقر وزارة الأمن الإسرائيلية بليغ صلاح الدين. بليغ، إذن الحزبان قالا في البداية أنهما جمدا المحادثات، لكن الآن يوجد اجتماع جديد، ما الذي حدث هنا؟ هل هناك تنازلات مرتقبة من أي منهما، أم أن ضغوطا تمارس عليهما من أطراف عدة كالرئيس الإسرائيلي روفين إيفلين لمحاولة التوحد في حكومة وحدة وطنية؟ نعم بشار، أنا هنا متواجد وخلفي الكرياء مقر وزارة الأمن الذي يستعمله أيضا الجيش الإسرائيلي. هنا في خلال دقائق سوف يصل أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا بيني غانتس رئيس حزب كحول لبنان للتشاور بكل قضية إقامة أو تشكيل حكومة وحدة وطنية. هذا اللقاء هو بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هناك نقاط غريبة تتعلق بهذا اللقاء. أولا وبداية، قضية أن بيني غانتس وحزب كحول لبنان قالوا أنهم يريدون
تجميد هذه اللقاءات والمفاوضات بين كحول فان والليكود، وذلك باعتبار كل المفاوضات السابقة التي كانت في الأشهر الأخيرة يعني لم تصل إلى أي مكان وكانت كلها فقط مضيعة للوقت. ولكن نرى بيني غانتس يقدم إلى هذا اللقاء، ومن جهة أخرى التوقعات يعني كلها يعني أو يعني نقول أن بيني غانتس يريد أن يعني يتطرق إلى موضوع الثقة مع بنيامين نتنياهو أو يفحص موضوع الثقة بالتحديد، لأننا نتحدث هنا عن انقسام معين في كحول لافان، حيث يعني قسم من أعضاء الكنيسة في كحول لافان يقولون أن يعني لنعطي بنيامين نتنياهو الخمسة والست أشهر الذين تحدثوا عنهم في يعني الاقتراح الأخير من قبل الليكود، على الرغم من أن قسما آخر ويعني على رأسهم عضو الكنيسة يائير لابيد وهو الثاني في كحول لافان الذي يقول لا نستطيع أن نثق بنتنياهو، لا نستطيع أن نثق برئيس الوزراء. وذلك يعني جايب هنا أن نتطرق إلى قضية أن أيضا يائير لابيد وأيضا يعلون يعني يعرفون نتنياهو كرجل سياسي وليس فقط كيعني تعاملوا معه كجنرالات أو رؤساء أركان مثل بيني غانتس وغافي أشكينازي، فهم يقولون لهم نحن نعلم ماذا يخطط نتنياهو، من الممكن خلال خمسة أو ستة أشهر التي يعني تعهد بها نتنياهو أن يعطي فيها بعدها التناوب لكحول لافان، يقول لهم هذه القضية التي يريد أن نذهب إليها شن حرب معينة. نعم بليغ، هذه النقطة التي يريد أن نذهب إليها بحسب المقترحات الواردة هنا، فالحديث يدور حول مقترح بأن يستلم رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو منصب أن يكون بالضبط مسمى كالتالي: القائم بأعمال الحكومة، فيما يستلم غانتس ما يسمى منصب موازي لرئيس الحكومة. مبادرات كهذه هل من المتوقع أن تنال النور وتحل الخلاف بينهما؟ على حسب يعني كل تصريحات كحول لافان الأخيرة الرسمية وغير الرسمية أيضا، يعني كحول لافان تقول نحن لسنا فقط الحزب الأكبر، نحن 33 والليكود 32، نحن أيضا الكتلة الأكبر، ف 56 أو 57 عضو كنيسة يعني ينتمون وكأنهم إلى معسكر المركز يسار، وعلى الرغم من أن فقط 55 عضو كنيسة ينتمون إلى معسكر اليمين أو كتلة اليمين كما يسميها نتنياهو، فهم يقولون نحن لا نستطيع نتنازل عن كوننا الأول في التناوب. وأيضا قضية أخرى وهي هل نتنياهو فعلا يعني بعد أشهر من الحديث خلال هذه المفاوضات وهو يمثل وكانه كتلة اليمين، الأحزاب اليمينية، الأحزاب الحريديم وأيضا حزب الليكود، هل من الممكن أن يعني يتنازل عن هذه الكتلة ويقول نحن سنذهب فقط مع كحول لافان أو فقط مع كحول لافان وحزب ليبرمان إسرائيل بيتينو؟ على حسب كل التقديرات هذا لن يحدث في الأيام الأخيرة، فيعني من الممكن أن نرى نفس النتيجة التي رأيناها في كل اللقاءات السابقة بين ايضا بنيامين نتنياهو وايضا بيني غانتس وايضا لقاءات المفاوضات بين حزب كحول لافان والليكود. فرضيه اجراء انتخابات اسرائيليه ثالثه. نعم وصلت ثالثة. نعم وصلت الفكره. شكرا بليغ، مفد او مراسل اي 24 نيوز في تل ابيب كان معنا. كررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا موقفها الرافض لملاحقة إسرائيل في قضية هجومها على أسطول حرية وهو أسطول مساعدة كان متجها إلى قطاع غزة عام 2010، وطلبت بإغلاق هذا الملف. وقررت بن سودا عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل معتبرة أن الوقائع ليست على درجة كافية من الخطورة، ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة لمحكمة الجناية الدولية. لا يزال قرار وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بنت بإقامة مستوطنة في سوق الجملة بالخليل يثير غضبا شعبيا فلسطينيا. يذكر أن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتيه قد جلب الموضوع مجددا إلى اجتماع الحكومة الفلسطينية اليوم، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد للاستيطان في مختلف أنحاء الضفة الغربية. المزيد حول هذا التقرير بعد قليل. مدينة الخليل بالضفة الغربية هي واحدة من أكثر نقاط الاحتكاك حساسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فهي من أبرز المدن التي يعيش فيها مستوطنون متشددون وسط مدينة فلسطينية. هنا من المخطط بناء حي يهودي جديد، وعلى الرغم من صغر حجم المكان إلا أن كل سنتيمتر هنا له أهمية لدى الطرفين. الهدف هو الاستيطان، هو الاستيلاء على الأملاك الفلسطينية، هي تحويل قلب مدينة الخليل إلى حي استيطاني، هي قتل حرية الفلسطيني في داخل هذه المدينة. الاستيطان دمر كل شيء. الاستيطان في منطقة السوق القديمة كان هدفا رئيسيا لسكان الخليل اليهود لسنوات، فبحسب الرواية الإسرائيلية كان السوق مملوكا لليهود حتى عام 29.
أعتقد أنه قرار أخلاقي ومنطقي للغاية من قبل الحكومة، والذي تمت الموافقة عليه من قبل جميع محامي الحكومة، السماح لليهود ببناء شقق جديدة، وآمل أن يكون التخطيط قريبا جدا وأن يبدأ البناء. في الوقت الذي تحتفل فيه أحزاب اليمين الإسرائيلي بالقرار، فإن أحزاب اليسار ليست مولعة به، ولكن مع انعكاس سياسة واشنطن الجديدة بشأن شرعنة المستوطنات وتناقص اهتمام المجتمع الدولي، من المحتمل أن يبدأ هذا القرار بفصل جديد في الصراع على الخليل. شهدت اجتماعات اليوم الأول التي تستضيفها القاهرة بشأن صد النهضة على مستوى وزراء الري والموارد المائية لكل من مصر والسودان وأثيوبيا تقدم الجانب السوداني بخيارين لتجاوز الأزمة. وفقا لما نشرته صحيفة المشهد السوداني، اقترح وزير الري السوداني ياسر عباس لحل مشكلة ملء السد أمرين، هما الاستمرار في المحادثات والبناء على ما تم في أديس أبابا، وثانيا التركيز على قضيتين أو ثلاثة مثل تشغيل الطويل الأمد للسد وكمية المياه المتدفقة، مع العلم أن هذه المشاورات حول سد النهضة مستمرة لليوم الثاني على التوالي في العاصمة المصرية القاهرة. قال شهود عيان تونسيون أن اشتباكات عنيفة اندلعت الليلة الماضية بين محتجين غاضبين والشرطة التونسية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم في بلدة جلمة في جنوبي البلاد في ثالث ليلة على التوالي من الاحتجاج ضد الفقر والتهميش. وبدأت الاحتجاجات في جلمة يوم السبت بعد يوم من إضرام شاب النار في نفسه احتجاجا على الفقر وأوضاعه السيئة في واقعة تعيد إلى الأذهان الشاب محمد أبو عزيزي الذي انتحر حرقا ما فجر انتفاضات الربيع العربي. تظاهر نحو 2000 طالب ومعهم مواطنون آخرون لليوم 41 على التوالي بالجزائر العاصمة رفضا للانتخابات الرئاسية المقررة بعد 10 أيام، مع دعوات بتنظيم إضراب عام يوم الأحد القادم. وسار المتظاهرون من ساحة الشهداء أسفل حي القصبة العتيق نحو ساحة البريد المركزي، من حيث بدأت الحركة الاحتجاجية في 22 من شباط فبراير. وردد المحتجون شعار لا انتخابات مع العصابات في إشارة إلى رفضهم ترشيح وجوه نظام الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة. قتل 16 شخصا وأصيب العشرات إثر حريق ناجم عن انفجار في مصنع في العاصمة السودانية الخرطوم، وفق ما أفاد أطباء وشهود عيان. وتصاعدت أعمدة الدخان من حريق شب في وحدة صناعة بلاط في منطقة صناعية في شمال الخرطوم، وأغلقت الشرطة المنطقة حول مكان هذا الحادث. في تقرير نشر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، قالت منظمة العفو الدولية أن 4.5 مليون شخص من ذوي الإعاقة في اليمن يتعرضون للتجاهل والخذلان. وقالت راوية راجح كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات لدى المنظمة إن على الجهات الدولية المانحة والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في السلطات اليمنية أن تبذل مزيد من الجهد للتغلب على المعوقات التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على احتياجاتهم الأساسية. ضرب الإعصار كامور الفلبين ترافقه عواصف شديدة وأمطار غزيرة متسببا في حالات وفاة، فيما تم إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص إلى مراكز إيواء. وأغلقت مدينة مانيلا مطارها الدولي كإجراء وقائي. وقالت هيئة الأرصاد الفلبينية إن الإعصار كامور تراجعت شدته لكنه لا يزال قويا، ترافقه رياح بسرعة تصل إلى 140 كيلومترا بالساعة مع تقدمه إلى مناطق شمال غربي البلاد. وبسبب هذا توقفت الرحلات الجوية في المطارات. كنت في سيبو، استقليت الرحلة الساعة 5:30 صباحا. حطت الطائرة في حوالي الساعة 7. لقد كانت الرحلة الأكثر اضطرابا في حياتي، أصبت بسببها بدوار الجو للمرة الأولى. ذكرت الشرطة الأندونيسية أن انفجاراً أدى إلى إصابة جنديين بجروح وقع صباح اليوم وسط العاصمة جاكرتا بسبب قنبلة دخانية، مستبعدة فرضية حصول هجوم متعمد. قال رئيس شرطة جاكرتا جاتوت إيدي للصحفيين إنه يجري تحقيقات للتأكد من حيثيات هذا الموضوع. والختام مع دموع العراقيين خلال مشاهدتهم لعرض مسرحي قدمه طلاب جامعيون، حيث أعاد العرض تجسيد الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد منذ شهرين مطالبين بإصلاحات.
نزلت دموع الحشود في مدينة البصرة خلال مشاهدتهم عرضاً مسرحياً قدمه طلاب جامعيون، حيث أعاد العرض تجسيد الاحتجاجات التي تعصف البلاد منذ شهرين. جسد العرض الوقوف في وجه قوات الأمن والاختناق بالغاز المسيل للدموع إلى الملابس والأعلام الملطخة بدماء الضحايا. اليوم الشباب حاولوا يرسمون صورة مو مسرحية، لا صورة واقعية لما كان. جسدوا كل الشباب اللي راحوا من متظاهرين، وهواي شفنا بالسوشيال ميديا شباب تروح أرواحهم، شباب تروح رؤوسهم، شباب بظهرة تنطلق، هذه كلها جسدناها من خلال مشاهد وحدة. ردد المتظاهرون الممثلون الهتافات وبكوا وهم يسترجعوا المحطات الرئيسة والأحداث الهامة في عمر الاحتجاجات، كما ووضح العمل الوعي السياسي والأيديولوجي عند الشباب المتظاهرين. المظاهرة لم تقتصر على الشباب، بل شارك بها أيضا كبار السن لكن بعيدا عن مواقع الاحتكاك. بالنسبة لي من أي تظاهرة سلمية من يصير عندي استحالة أنسحب، لأن عمري 70 سنة ما أقدر أواجه، فأنسحب ما أشوف شو اللي يحصل. اليوم شفت اللي كان بالتظاهرة حقيقي، يعني شبابنا انقمعوا شهداء. قتلت القوات العراقية حوالي 400 متظاهر معظمهم من الشباب العزل منذ اندلاع شرارة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أوائل أكتوبر تشرين الأول، كما قتل أكثر من 10 أفراد من قوات الأمن في المصادمات. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.